اهلا البنات، نتمنى تكونوا بخير. كتبجي الهضره. المهم نعاود. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم. اليوم جيتكم بفلوج جديد. شنو كاين اليوم في البروغرام؟ اليوم في البروغرام الروينه، عندي واحد الروينه ما تصوروش في الكوزينه. البارح درت لكم الفيديو اللي سيغما غادي نكون ديجا حطيتها لكم، نتاع الكارد مانجي، وساليت معطله وكنت مهدوده لان كانت هاد السيمانه بنتي مريضه وما كنتش كنعس بزاف. المهم راكم عارفين. اي با فوالا، الروينه بزاف نتاع الفراتس نتاع الروز، عرفتي؟ ما عمري ما خليت الكوزينه نتاعي في هاد الحاله، مي ما عليناش، اوني اونتر فامي، سي با غراف. هانتوما راكم كتشوفوا الروينه عندي تما، ولهيه عندي تقضيه ما عرفت واش كتبان لكم. كنطلعها بواحد الشاريو لانني انا في الدغنييغ ايطاج، وغدا غادي يجيوني الضياف وبغيت ندير لهم فريمون ان منو زوين زوين زوين. ما عرفتش هاد الفلوغ واش غادي يكون في دو بارتي، غادي نشوف داكشي فريمون سبونتاني، غادي نصور راسي جو دير كي ماشيه مع الهواء، وغادي نشوف الى صافي شفت راسي جو سوي ساتوري، نعاود نفيلمي لكم اون اوتر بارتي، ندير لكم اون دوزيام بارتي. المهم دابا غادي ندوز، غادي نحيد عليا داك، غادي نجمع لي تروك كو جي اشتي، وغادي نقول لكم شويه شنو هو المنيو ديالي. شريت البيستاش. البيستاش علاش؟ لان غادي ندير le chef qui parle des côtelettes d'agneau avec croûte de parmesan et de pistache qui jiu le dadin et sahlin et la درتي لهم تقديم زوين صافي الضياف نتاعي كيقولوا واو elle c'est un chef un top chef. المهم هذا غادي ندقو باش يولي بحال فراتت، وان شاء الله ان شاء الله كما قلت لكم غادي نحاول نوريكم هاد لا ريسيت باسكو جو سي فريمون با كيفاش غادي يكون هاد الفلوغ هذا صافي. وغادي ندير اون سالاد نتاع البيتراف جون، ياك بيتراف جون اي روج افيك فرماج دو شيفر غير شي شويه فينيغر بالزاميك، وغادي ندير دي نوا دو غرونوبل هادو القرقاع كاراميليزي فوقو، عرفتي كيجيو لذادين زعما غادي يكون واحد لو منيو زوين. اونسويت غادي ندير لهم كوم ديسير، دابا راني كنجبد وكنقول لكم اون ميم طون، غادي ندير ان ديسير غادي ندير دو سورت دو ديسير اللي كيجيو في داك الكويسات الصغار اللي دايوغ شريت، دابا نوريهم لكم بحال دي بوماسون داك لي موغ مي هما مينياتور. هذا غادي نقطعو طريفات صغار، وغادي ندير دي بيرل دو تابيوكا افيك دلا فاني على فاني و سي دلا فغي فاني، عرفتي المذاق نتاع لا غوس دو فاني فيرسوس داك لا فاني مثلا ليكستخي دو فاني اولا لي فاني اون ساشي. جوج دوموند لا علاقة، سا دون فريمون ان غو واعر. وانا فاش كيجيوني الضياف كندير لا غوس دو فاني، مي فاش كنكون بحال دابا ليا ولا هكا كنا نهار في الدار كناخد غير لي ساشي دو فاني ولا اكستخي دو فاني، وغادي يكون فوقهم هاد الموند فوالي هكا في الزبيدة sur un nid de poireaux. Oh, ça fait très fancy mais je suis pas fancy. On a mis les brettes de terre, je suis une tazite bdia le khbz. Je serai la fille la plus contente au monde mais qui je m'y fais صراحه نطيب. عندي واحد لا باسيون هكا و سي كوم دو لار فاش كطيبي فاش كديري داك التخديم نتاعك كيجي زوين و اون ميم طون كناكلو بعينينا و كناكلو بكرشنا. وشريت الويل دافوكا اللي ديما كنهضر لكم عليها في السناب. بنات اللي ما متبعينيش في السناب c'est le temps ou jamais parce que je partage beaucoup de choses. غادي نزومي واحد شويه باش نبان لكم. بوب شنو قلت الويل دافوكا مزيانه جد 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 صحيه للطياب، هي احسن من الزيت البلديه بالنسبه للطياب باسكو لو بوين دو فومي ديالها il est moins bas. ça veut dire ما كتفش واخا كتسخن elle supporte un degré de chaleur qui est beaucoup plus que مثلا l'huile d'olive. L'huile d'olive انا كنستعملها كنقدر نستعملها مره مره في الطياب سي با غراف، هذا ما فاش سالات ليا، مي كنستعملها اكثر في لي سالاد هادو. وبالنسبه لي ديسير اللي قلت لكم اللي غادي ندير في دي بيتي بو، هذيك لا باناكوتا او نيوتيلا، والاخرى سي قلت لكم شنو قلت لكم تابيوكا على فاني افيك لو دوسو هكا فيه المانغ ولا الفرامبواز. المهم غادي نشوف هادو هاد لي بيتي بو. لا سول حاجه اللي ما عجبتنيش فيهم هاد لي روبون حمر، غادي نطيرهم. وهادو واحد جوج ثلاثه اربعه ب 3 نتاع الدولار، خديت منهم جوج
نخلي جوج باكيات بحال هكا حيت ندير وحده هنا وحده في هاد لي بيتي بو هانتوما هاد لي بيتي بو هاد لي ماغ اللي كيكونوا بحال هكا اللي فيهم هاد لي ديده هنايا مي اي سون مينيان نتوما يدي قداش وهادو غادي ندير فيهم تابيوكا ولا المهم غادي نشوف كما شفتوا جمعتي شويه وصراحه بديت نعيا الكحول بدا يسيح العكار بدا يتزول المهم غادي نوجد غنحاول نوجد ان ديسير اليوم باش يكون باش نتهنى منه قطعت البواغو اللي كان خاصني نقطع دابا كنسلق لي بيتراب بالنسبه للسلطه باش صافي يكونوا مسلوقين وغدا نقطعهم ونقشرهم وصافي ومازال مازال ليا شويه نتاع الجميع بعد شويه بزاف مازال ليا بصراحه الجميع المهم جمعت داك الشيء داك الربل اللي كياخذ الوقت داك الالعاب نتاع بنتي المهم داك التخربيق كامل اللي غادي ياخذ الوقت المهم دابا غادي ندير شو سميتو لي بيرل دو تابيوكا بصراحه هاد لا غوسيت كتجي زوينه 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 بزاف لي بيرل دو تابيوكا كيجيو على هاد الشكل هي واحد بحال حبيبات صغيورين وسهله فريمون في التحضير مي هاد لا غوسيت هادي شنو هو اللي كيجي فيها زوين هو بانكم تستعملوا فريمون لا غوس دو فاني لا فري غوس دو فاني هي اللي كتعطي داك المذاق نتاع لا فري فاني و صافي فريمون اون ديفيرونس او نيفو دو غو المهم غادي ندوزو للتحضير غادي نحتاج 3 كويره سوب نتاع التابيوكا بيضه الحليب وشنو اخر عندي هنا مكتوبه غادي نحتاج 3 كويره سوب نتاع التابيوكا نحتاج 1 كار دو طاس دو سكر نحتاج 2 طاس اي 3 كار نتاع الحليب نحتاج بيضه شويه مضروبه هكا وغادي نخلط هادشي كامل وغادي نخليه فداك الكاسرونه pendant 5 minutes على ما يشرب داكشي ومن بعد جو لو بورتي ا ابوليسيون غادي نراجوتي لو نايشنو une cuillerée de vanille on bat fache en remuant sans arrêt retirer du feu incorporer une cuillerée de vanille ça fait un chili radine radine dire yalla mais ça je hâte de venir mais j'adore ça حيت فاش كت من بعد فاش كيجيو الضياف كتشوفهم فرحانين كتشوفهم كياكلو كندوزو وقيته زوينه صافي هاد العيا كتنسايه مي سافو لا بين سورتو فاش كتكونوا مع ناس دي فري زامي دي بون زامي بروش دو فو كتدوزو ان طون دو كاليتي هذا هو اهم حاجه اي مو سا مي في بليزير دو فير سا غنديرو بيضه صراحه
كنت باغا ندير لو لي داموند مي انا ما عارفاش كي غادي تخرج هاد لا غوسيت بلو لي داموند الوغ غنستعمل الحليب العادي غنتبع لا غوسيت كما كيقولوا البنات دابا صافي مازال لي هاد التابيوكا اللي خاصني نديرها فهاد القريعات ما عييت غادي نسالي الفلوغ هنايا وسيرمون غادي يكون الجزء الثاني نتاع هاد الفلوغ باش نوريكم شنو وجدت يمكن غدا الى بغى الله غادي ندير لكم كنهضر بشويه لان بنتي ناعسه لان هادي راه عندنا 9:15 صافي جو سوي ساتوري دابا غنقول لكم ان شاء الله الا كتب غادي ندير لكم الجزء الثاني تاع لو فلوغ ونصور لكم كيفاش شربت الطبلان تاعي كيفاش قدمت لي زاسيات ديالي كيفاش تكون القضيه في الكوزينه تكون لاكسيون في الكوزينه الى وصلت بدات واحد صاحبتي الكري نقول لها يتصورني pendant que je suis en action dans la cuisine عرفتي ولات كتمشي غير عرفتي واش كتوصلي لواحد الدرجه صافي كتعيا كتبقاي تشوفي مطبه اي سورتو هاد ليكليراج il t'aveugle il te sonne il t'assomme il te je sais pas qu'est-ce qu'il fait mais ouh il est temps que je me ferme les yeux et que j'aille faire un dodo. صباح الخير عليكم البنات. اليوم السبت, اليوم اللي غادي يجيوني الضياف, عاد فقت المهم غسلت وجهي وكنشرب قهوتي اي هادي شحال هادي 9:30 كنت عواله نفيق قبل من 9:30 ما عرفتي عييت البارح مي المهم ما عليناش غادي اون فا كونتينيي لي بريباراتيف. المهم البنات هنايا انا غادي نحتاج البارميزون بالنسبه لا غوسيت نتاعي وغادي نحتاجو اوسي بالنسبه لا ديكوراسيون واحد سهله واحد لا فاسون دو الفير كي هيبر فاسيل وكتجي زوينه بالنسبه للديكور الوغ غادي نغابي لو بارميزون باش ندير دي تشيب دو بارميزون. لي تشيب نتاع البارميزان درتهم في الفران لدرجة 180 دوغري أولا 350 دابا غادي نجي نقري الباني ديالي لأن غادي ندير أون بوري كي فا أكومباني لانيو. هانتوما البنات خرجت هادوك بتاتا تشوفو الدخان راه عاد خرجو من الفران 8 مينوت با بلوس ومرة مرة حضيوهم لأن يقدرو يتحرقو مي غيكاردي غادي نخليهم دابا يبردو مغاديش نقيسهم وغادي نوريكم الشكل كي كيجي. غادي نبدا نوجد داكشي اللي خاصني بالنسبه لو كاري دانيو. المهم كوتلي دانيو داك اللي كيكون فيهم العظم غادي ديروا ساهله هاد الوصفه هادي وكتجي لذيذه. غادي تقبطوا لي كوتلي دانيو نتاعكم غادي ديروا لهم مليحه ولا بزار وغادي فوزالي لي فير ريفينير دو شاك كوتي ومن بعد غادي تاخذوا البارميزان نفس القياس نتاع البارميزان ونفس القياس ديال البيستاش ونفس القياس نتاع البيرسي. هادشي كلشي خصو يكون اشي فينمون وغادي تخلطوا هادشي مزيان ديروا شويه نتاع لي بزار تخلطوا هادشي مزيان كلكم تزيدوا دي زيرب الا بغيتوا دو تان اولا شنو اخر ممكن لكم تزيدوا المهم لي زيرب ولا لوريغون مثلا وتخلطوا هادشي مزيان وغادي تقبطوا هادوك لي كوتليت دانيو نتاعكم وغادي تغطسوهم في هذا الخليط هاد الخلطه هادي اللي قلت لكم وتحشيوهم في الفران ومره مره تقلبوهم. المهم خص تكون اون كروت بحال اللي المهم غادي تقبطوا داك الكوتليت وتبقاو تدفعوها هكا افيك هاد لو ميلونج باش يدخل فيها لو ميلونج وتكون اون كروت سور لو دوسو. اليوم جي تري هات باش صحابي يجيو هادو صحابنا من شحال هادي وديجا مشاو معنا للمغرب و فريمون ناس هما الناس نتاع هنا سي دي كيبيكوا مي ظريفين الله يعمرها دار اي
زعما كنديرو هكا دي ديني انصامب بحال هكا دو طون ان طون صافي دو بيان دو سي ريونير مي صراحه انا كندير دابا مثلا هاد الشيء التخدين زوين وداكشي مزوز وداكشي مي اون ميم طون يمكن لهم يجيو يتعشاو عندي ونكون دايره صوص سباغيتي ولا بالرده تاعي مع البيض وانا énormément du plaisir. L'important ouais, et qu'on a le plaisir, c'est pas l'important chez nous. L'important ouais, le واحد يقبل عليك باش ماكن. هذا هو l'important. انا c'est sûr j'ai du plaisir à faire ça, on dirait chez oui ou non, je pense que racontant tout moi on aime ça faire plaisir. Ça me fait plaisir à moi aussi de faire ça, mais je veux dire l'important هي تكوني مع الناس اللي كتفهمي معاهم اللي كتكوني على طبيعتك معاهم ويقبلوا عليك باش ماكن وفيس فيرسا فاش تمشي انت عندهم. L'important c'est d'avoir du plaisir, c'est ça l'important. Moi mes bnet qui me كتشوفو مشيت تبدلتي شويه حوايجك كما راه كتزعزع وقديت راسي شي شويه درت مكياج عادي بالنسبه للبنات اللي مهتمين بهذا الامر هذا ما روتين تاع المكياج نتاع كل نهار الغوجا ليف اللي كيتبدل غنخلي لكم لو ليان تاع لا فيديو هنا ودابا غادي ندوزو نديرو اون غاسيت لي الديدا الديدا مي با دو تو سونتي مي الديدا 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 الوغ جو كونساي ديرو بوز لا فيديو تمشيو تجيبو ورقه وستيلو باش تقيدو لان كتجي الديدا بزاف وهي باناكوتا نتاع نيوتيلا غادي نحتاجو انا كاتبه عندي هنا لا غاسيت حيت ديما كنسى غادي نحتاجو اون طاس نتاع نيوتيلا نيوتيلا عادي une tasse العبار نتاع une tasse غادي نحتاجو une tasse نتاع الحليب غادي نحتاجو une tasse et demi نتاع لا كريم انا خديتي لا كريم 15% وغادي نحتاجو une demi cuillère نص معلقه نتاع الفاني ليكستري دو فاني وغادي نحتاجو un quart de tasse نتاع شوكولا نوار رابي شوكولا نوار 70% خدو نوار ما ديروهاش بالشوكولا اولي لان ما غتخرجش مزيانه و غادي نحتاجو جيلاتين جيلاتين شحال لا خاصك خاصك اون كويير اون كويير و 1/8 المهم ديرو اون كويير وشي شويه نتاع الجيلاتين المهم غادي ندوزو لا بريباراسيون تاع هادشي انا غادي نقبط لا كريم نتاعي وغادي نديرها على ان فو مويان اي جو في لامني ا ايبوليسيون صافي لا كريم تاعنا ها هي غلات غادي نديرو شويه منها نخلطو هكا وغادي نديرو شويه منها هنا النص نتاعها مع الجيلاتين والنص نتاعها مع الشوكولا وغادي نخلطو هادشي كامل ومن بعد غادي نزيدو الشكلاط على لا جيلاتين ولا جيلاتين على الشكلاط المهم الجيلاتين خصها تكون مخلوطه مزيان هكا وهنا الشوكولا نتاعنا خصنا نخلطوه حتى هو مزيان سيدوب ما يبقاش باين من داك الطراف نتاع الشكلاط صافي ودابا غادي نزيد الجيلاتين ديالي وغادي نخلط هادشي مزيان وغادي نزيد عليها ان تيير قولي ان تيير نتاع هاد لو ميلونج وغادي نخلط مزيان غادي نزيد الحليب اللي قلنا في الاول صافي البنات هذا هو الخليط نتاعنا وجد وغادي نديرو في هاد الكويسات هادو اللي غادي يجي التقديم نتاعنا زوين المهم نحاول ما نزبلهاش صافي البنات هذه هي الطبله نتاعي جي سيد كري اون تيت امبيونس هكا تاميزي درت الشماع المهم جاتني شي شويه حمراء الطبله نتاعي مي هذيك هي الطبله دايره بحال هكاك جاتني دايره بحال عيد الحب مي ماشي عيد الحب لا والو المهم راني ما كرهتش نوريكم كاع شحال من حاجه وجدتها كما اكوتي مي ما قدنيش الوقت راكم عارفين فاش كيجيو الضياف كتبقاي تسربي باش تحطي لهم باش ما يجيهمش الجوع بالنسبه لو بلا برينسيبال صراحه جو سوي با ساتيسفيت 100% لانني صراحه كيجيني التقديم نتاعو احسن في ان بلا كي نوار وكما كتشوفوا راني زربت في التقديم ديالو وهنا عندنا لي ديسير عندنا الباناكوتا بالنيوتيلا اللي جات زوينه درت فوقها شويه نتاع النوازيت هكا
سأبارت واحد لو بتي كروستيان وبصراحة جات لذيذة 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 بزاف كننصحكم باش تجربوها و aussi هنا غادي ندوزو لي بيرل تاع التابيوكا على الفاني اي او مانغ فانتوما كيما كتشوفو نسيت واحد الفرامبواز بقوة الزربة المهم نتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم الا كانت عجباتكم ما تنساوش تخليوها لي في التعاليق جو فوز امبراس اي ا بيانتو